الأطفال، الأطفال هم أمل أي أمة، حاضر اليوم، مستقبل الغد، نهضة الأوطان وثرواتها. لكن في الفترة الأخيرة لقى عدد كبير من الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، والمتهم الرئيسي فيها دائما إهمال الآباء والأمهات. فعلا لما الأب والأم ما ياخدوش بالهم من أولادهم، يبقى بكده بيختالوا براءتهم في المقام الأول، وممكن يكونوا سبب في إنهاء حياتهم في المقام الثاني، وينتهي الإهمال بمأساة كارثية. النوعية دي من الجرائم زادت الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال. عشان كده السيدة النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب تقدمت مشروع قانون لمعاقبة إهمال الوالدين لأطفالهم بالسجن 10 سنوات. هنناقش القانون ده مع ضيوفنا الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب مقدمة مشروع القانون. أهلا بك يا فندم. والدكتور أحمد مهران المحامي رئيس المركز المصري للدراسات القانونية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا من قبل الحلقة وحضراتكم وأنا بدأنا النقاش. تمام. فأنا هدخل في الموضوع على طول. حضرتك يا ست النائبة قلتي إن القانون موجود، القانون ليس مستحدث، ولكن العقوبة اللي موجودة فيه غير كافية للردع. كلامي سليم ولا أنا غلطانة؟ دي حقيقة. فحضرتك شايفة إيه؟ قانون اللي حضرتك عارضة إيه؟ بصي حضرتك، القانون، قانون الطفل المصري اتعمل سنة 96، رقم 12 لسنة 96، وتعدل بقانون 126 لسنة 2008. القانون ده كان معمول لتجريم إهمال الأسرة، يعني فعلا في قانون لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم أو ما يشكل أي حاجة تؤدي إلى وفاة الطفل أو إصابته في أي حياتك. هنا عن جهل ولا عن تعمد؟ جهل أو تعمد يحكم فيها اللي هيحكم عليهم. يعني أنا ما أقدرش أقول أبعاد كل حال. للي بجهل أو بتعمد لا طبعا، كل حاجة اللي هيحكم فيها بتبقى ليها رنج. يعني هو القانون ده متوضع حتى العقوبة ما بين 6 شهور لثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ في بعض حالات، يعني هو القاضي اللي بيشوف. تاني حاجة ده لما الطفل يحصل له إيه؟ لما الطفل يحصل له أي يعني أي إهمال يؤدي إلى إهمال وفاته. يعني قصدي أنا وفات، يعني حضرتك إحنا بنتكلم في حالة لا قدر الله وفاة الطفل، إن الطفل توفى، فهي العقوبة بعد وفاة الطفل من 3 شهور؟ لا مش بس كده، 3 سنين. في بعض الحالات بيتم مراعاة وضع الأسرة، فبيتم عمل محضر إداري، وكفاية علينا أنه ابنهم مات وهم فقدوه. أنا طبعا يعني مع الإحساس ده، وإحساس رهيب يا رب ما حد يجربه. لكن الفكرة أو اللي بيقولوا أن القانون كده كتير أو العقوبة كتير، أن أنا بطالب بعشر سنوات. دلوقتي لو أب قتل ابنه، هل الأسرة هتستقيم وتستمر بهذا الوضع؟ هل الزوجة هتقبل تعيش مع هذا الأب اللي قتل ابنها حتى لو هو يعني خليها أنه مش متعمد قوي؟ الأولاد هتقدر تبقى أسرة يعني صالحة أو أسرة عادية وطبيعة؟ الكلام ده بقى حياتك معترض عليه في إيه؟